فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ذبح هدي التمتع والقران ما حكم ذبح هدي التمتع والقران قبل عيد الأضحى؟ هل ذبحه صحيح؟ لا يجزي. وإن قال به من قال من أهل العلم فهو قول مردود، لأنه خلاف الدليل، قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. إلى البيت العتيق يعني يوم العيد أو ما بعده من أيام التشريق. نعم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة ولم يذبح منها شيئا، مع حاجة الناس للحوم في ذاك الوقت ومع الفقر لم يذبح منها شيئا إلا يوم العيد. نعم.